لكن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مقرها في تونس، وهذا يعني جهاز المكتب الخارجي مقره في الرباط يعني كإقليمي. هذه مؤسسة علمية يعني تعنى باللغة العربية وبالقضايا قضايا المصطلحات العربية، يعني توحيد المصطلحات العربية الحديثة. هناك مشاريع يعني تعمل عليها وهي الإصدارات تاع الجميع العلوم وشتى المدن، مثلا كمجموع الموسيقى العلمية، هناك شتى إصدارات من المكتب. كما لدينا أيضا مشروع نشتغل عليه بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو مشروع عربي ألماني متخصص في جميع المصطلحات التقنية. وميزة هذا المشروع أنه مشروع مجاني على الإنترنت، يعني يستطيع أي باحث أو أي مترجم متخصص في مجال تقني مواكبة هذه المصطلحات، وهي مصطلحات تقنية بأربع لغات يعني عربي فرنسي إنجليزي وألماني، طبعا معها شروحات وتفسيرات باللغة العربية وفقها في المصطلح العربي.